سؤال روضني الآن، يعني هل أستطيع إجابة سريعة ومباشرة ودون يعني بحث، هل هزمت أمريكا حقا أم أن أمريكا دخلت تحقيق حزمة من الأهداف وقد حققتها بالفعل وكل ما يجري مش فارق مع أمريكا؟ خلال العشرين عام اللي من بداية الدخول الأمريكي وصولا لهذا التاريخ اللي أعلنت فيه الخروج ومارست الخروج بالفعل، أنا أظن أن جرى تعديلات كثيرة على الهدف الأمريكي مما يجري في أفغانستان، وده ربما يفسر الحديث بعد 2001. كنا بنتكلم حوالين كما قال الأستاذ عبد الجليل قضاء على القاعدة، قضاء على طالبان، بناء دولة ديمقراطية حديثة، تمكين الشعب الأفغاني من مقدراته لبناء دولة بطبعة جديدة تتوافق مع النظام العالمي. كل هذه الأمور تقلصت بالأمس على لسان الرئيس جو بايدن وهو بيقول احنا حققنا هدفنا، احنا كنا داخلين علشان ننتقم او نزيل او نقضي على من قاموا بمهاجمتنا في 11 سبتمبر وهو مجموعة القاعدة وطاردنا أسامة بن لادن حتى وصلنا له وقمنا بقتله، فاحنا كده خارجين وقد أنهينا المهمة. هذا هو المعلن. غير المعلن أن حصل تغيرات كثيرة جدا على المشهد، على الأهداف الأمريكية في داخل أفغانستان. أول متغير هو ارتفاع الفاتورة وارتفاع الكلفة والحرب التي لا سقف لها ولا نهاية لها، وقطاع كبير جدا، وده أشار لي معالي السفير، قطاع كبير جدا من الرأي العام الأمريكي مع الخروج، كفاية ضحايا من الجنود ومن الضباط، كفاية فاتورة مادية بندفعها في أفق مش باين لي أي ملامح. ربما وأنا ببحث دوت خلال الفترة الماضية قد تكون أفغانستان تمثل حديثا، دخلت بقى مع صعود التنافس الصيني الأمريكي ودخوله إلى طور جديد من أطوار الصراع، قد تكون أفغانستان بدأ أنها تمثل فرصة أخرى لهدف آخر، فرصة أخرى بموقعها الجغرافي الملاصق للصين، فتمثل فرصة لصناعة مستنقع. لطالما ما لعبت أفغانستان أو تم ترتيبها لتكون مستنقع، مرة للاتحاد السوفيتي ومرة للأمريكان نفسهم لما دخلوا في 2001، والآن ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت أن تكون مستنقع للصين وما حولها وإيران وبالظبط. عشان كده حتى ابتديت حديثي مع حضرتك وقلت ربما تكون الدور القادم لأفغانستان هيكون أكثر انشغالا بمحيطه الإقليمي عما يصل به لغاية منطقتنا العربية. قبل دقائق هو مش يصل، خلي برضو في النقطة دي، هو مش هيصل لأنه منشغل ومنكافئ على أوضاع داخلية ملتهبة، لكن ربما بيعطي إشارات عن بعد، والتلاقي الفكري للجماعات دي مش محتاج جرافي. مع حضرتك تمام، بس أقصد الأمر هناك أكثر تعقيدا. صحيح، يعني تكفي المعادلة السنية الشيعية، تلت المكون الأفغاني من الشيعة. صحيح، وعداء تاريخي ما بين حركة طالبان وما بين المكون الشيعي. جرى في العشرين عام الماضية مياه كثيرة جدا في نهر هذا التناقض الكبير. صحيح، أن إيران بدأ أنها تمول طالبان وتدعم طالبان في فصول، هناك يعني ألعاب استخباراتية كانت تدور طوال الوقت. إيران كانت يهمها أن ألا تكون الإقامة الأمريكية في أفغانستان إقامة مريحة، وكانت بتستهدف أن ترفع فاتورة كلفة التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، ولذلك تلقت المصالح. إيران من الدول اللي بترحب جدا بوصول طالبان حتى على المستوى الرسمي، رغم ما نتحدث عنه من التناقض، ورغم ما كانت طالبان تمارسه بحق المكون الشيعي الأفغاني أثناء ما كانت في الحكم. صحيح، والقاعدة على يمينها وهكذا. قبل ما ندخل على الهواء بساعتين بالظبط كان أول ظهور لذبيح الله مجاهد متحدث باسم طالبان. ركزت جدا مع هذا المؤتمر الصحفي، أول ظهور لي بعد كل الأحداث اللي بنتحدث عنها. وأنا بدعو السادة المشاهدين إن هم يتابعوا هذا المؤتمر
والباحثين وكل اللي هيشتغلوا على الملف ده وهيتابعوه هيلاقوا كتير جدا في هذا المؤتمر الصحفي. اجابات كثيرة على اسئلة لكنها ربما اجابات مفخخة. حدث حرية الصحافة، عن المرأة، عن التسامح، عن انتهت عداوتنا مع الجميع، المخدرات، يعني اتكلم على كل التساؤلات، كل حاجة. انا كنت قصاد قيادة تم تأهيلها بعناية، صحيح، وتم صحيح اعدادها بوسائل العلاقات العامة والعلاقات الإعلامية رجل الحديثة دولة. رجل دولة انتقل الخطاب بعد أن كان متماهي في قبل 2001 مع تنظيم القاعدة. أنا وجدت خطاب متماهي أكثر مع الأداء الإخواني الذي يجمل الصورة بكل ما تستطيع من كلمات، بل ويدعو كل من تعاون مع الأمريكان والبريطانيين ألا تغادروا، ابقوا بلادكم، عايزين هذا الخطاب المعسول وهذا الخطاب المعد بعناية والذي لا يحمل في طياته أي غلطة سياسية صحيح. ولا مجتمعية كمان، وكان بيحاول يقدم صورة ويتحدث بخطاب تصالحي واسع وفضفاض جدا يثير غير الريبة. موجود في أعتى الديمقراطيات الغربية بالضبط، فبالتالي هو كله يعني فخر ربما. فاحنا قدام الحياة متغير جديد جدا وشكل جديد، وشكل جديد لمسرح أحداث بيتم إعداده بعناية. الصدمة المروعة التي فاجأت الرأي العام العالمي كله بمشاهد الطيران ومطار كابول وغيره سرعان ما ستنزوي، وسنجد أنفسنا قدام بقى الأحداث الحقيقية، أحداث ماذا ستلعب طالبان أو أفغانستان بقى الجديدة بالقيادة الجديدة، ما هي أدوارها المستقبلية. صحيح. أدوارها المستقبلية على مستوى محيطها الإقليمي، وده أمر بالغ الأهمية، احنا بنتكلم على الصين وعن إيران وعن الهند وعن باكستان وعن تركيا، خمس دول في الصميم من الاهتمام وبؤرة انخراط في الأحداث الدولية بشكل كبير جدا وليهم أدوار مهمة جدا، أفغانستان في القلب منهم. صحيح. ومن ثم تأتي المهمة رقم اثنين، وانا هتفق مع حضرتك فيها ديت، ان هيكون تأثير طالبان هيصل الى التنظيمات الارهابية لا محال، واحنا قدام مكون مسلح، حركة مسلحة ترفع الرايات الراديكالية وترفع رايات الدين وتستولي على الحكم في دولة. هذا المكون من المؤكد ان هو يعني هيضخ دماء جديدة كثيرة ونشطة وفيها تفاعلات حتى ولو نفسية في كثير من التنظيمات المسلحة.